بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا حلوين؟ نشوف الآن هذه المباراة ضد خصم يا ساتر. واحد صعب، هذا اللي أقدر أقوله. مشكلة الصاروخ يا ناس، المشكلة الصاروخ. إذا ما عندك إلا ساحل تعتمد عليه، الصاروخ بيكون مصدر قلق وإزعاج كثير. الآن هيكل ضد البيكا. فكرة حلوة تحطه طويط وراء البيكا، ممكن يكمل يضربون البرج. الآن تركيبه متعادلتين الكفتين. دخل سباركي. يلا قلتها قبل ما يضرب، ما هي مشكلة. لا 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 لا، ما توقعت من هالطيور برضو. مفروض تتوقع بيكا أكيد مع الطيور. الفرصة سباركي مع الساحر، الفرصة أكبر للوصول. وصل سباركي، وصل. اجلد. اهم شيء لا يعدي الهيكل. انا اوريك حلوة الحركة دي. جاب التعادل اخر ثانية تقريبا. لا، هنا ورطة. الساحر بيموت. لا، وين راحتي؟ هذا أشين شيء صاير باللعبة، تحط شيء بالوسط يروح الجهة الثانية، ما أعرف ليش. هنا مرة ثانية حط الهيكل قدام البيكا، ما راح تعدي. والله المشكلة الهيكل معاه الغيلان، مشكلة. اللي يلعب بالبيكا يموت الساحر، بعدين يبلش مع الغيلان. هنا حلو، هنا هجمة حلوة. يضطر يحط الحفار قدام الساحر عشان الساحر قاعد يجلد. هنا شيء حلو، البيكا وصل. هو كان ناوي يهجم غدر، حط الهيكل اليسار، لكن كويس وصل البيكا مع الساحر. حطيت السبارك، خلاص استسلم تماما لمصيره. والآن نشوف هذا هو الخصم الذي فزت عليه. ما أدري أنا قاعد أكرر نفس المباراة ولا لا. طيب يلا بسم الله نشوف الآن هذا الخصم. برضو سباركي جالس ألعب بحامل القنابل، لأنه عندي مهمة لعب حامل القنابل، مهمة كريسمس والعياذ بالله. الآن لازم نحط سباركي عشان ينهي هذولا. سوالي حركة غدارة، حط الحفار قدام سباركي. لا، هنا الآن الحركة الوسخة الأكبر، حط غلم الثلج قدام الفارسات. الآن ورطة الفارسات وصلوا، كويس. الساحر انقذ الساحر. والله الساحر الكهرب ذا بطل صراحة. الآن هنا ورطة. ما أدري إيش فك، ليش لازم الفارسات معهم يدق المعركة؟ حقيقة هم يزعجون مع بعض، لكن ما أدري ليش، إيش الفكرة مع بعض. غلم الثلج ممكن يسحب الميجا نايت وذا ثم يضربون من بعيد، ممكن. لكن مدق المعركة برضو مدق المعركة نفس الشيء. لا، سوى حركة وسخة، ضرب السباركي بالصاعق. الآن هنا ورطة. أربع. أوه الحمد لله، يا الله.
الله 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 الله. باقي لي 4 من البرج. يا الحمد لله الحمد لله. نشوف الآن هذه المباراة يا ناس أيها الإخوة المتابعون، ضد جنة سوف نرى ما سوف أجنيه في هذه المباراة. ضد جانا البلجيكي وما بعد فارسات. والله صراحة هم يستقدون لي، لا هذه المرة بعد مرجنار قالوا نحط لك فارسات، إذا ما فازت عليك الفارسات الأولى نحط لك اللي بعدهم فارسات معهم برج نار. يا ناس وش الوصاخ الذل اللي يحط المباريات نظام اللعبة ذا. والله صراحة أوقات ما أدري، يشوفونك تفوز شوي يقولون ما ينفع لازم يخسر. هذا شين جدا باللعبة. أنا أوقات أقابل ناس لفلات 13 يجمعوا 6 بطاقات كلها 13. كيف انا توني بكون بال 4050 4100 من وين جاء هذا الريف كل بطاقاته 13؟ الان هنا مشكله. لا يجيب التعادل حلو حلو حلو، وقفنا الهجمه. الله 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 الله. والله يبدع ابداع يا فراس، ابداع يا ابو فوارس، ابداع.